سيرتك انت بالساك وتقول لي مثالش هذه الكره شبيك ضربتي بالساك، تقولها مثالش، تقولها باش تتعدى توا تصويرتك انت بالساك وتقول لي مثالش، صوروك وجاوا كلهم، ما تحطيش يدك في هالروس راهي ما تضربهمش. شنو ها توا قلبناهاش توا قلبنا باش ننجحوا نبكي، ومن بعد دخلت هي السيدة عبير موزي دخلت في سيرة تاع البكاء، تقول نبكي على روحي باش تنسوا الكل معاك، ودخلت في البكاء كما قلت. معناها أنا الشهادة تاعي تعتبرها شهادة غير يعني مشكوك فيها، ولكن شهادة الكتلة الدستور الحر، شهادة عبير موسي كيف تلوم على يعني وتكلم في زميلتها عضو الكتلة سميرة ساحي، تقول رانا بالتونسي رانا بصينا ورانا باش يعملوني في شحوة عنف، ونحن ككتلة وكنايب اللي اعتدوا علي من حقي اني باش نعمل شكوى ضد العنف وضد حجزي داخل هذه القاعة.